مرحبا برج الحوت، هذه توقعاتك الأسبوعية. راح تكون إلقاء نظرة عامة على الصعيد المهني العملي، إذا في أي رسائل عاطفية، وأيضا على الجانب الصحي والقانوني إذا أنت بانتظار أي رسائل من جهات رسمية. عزيزي برج الحوت، هاي القراءة تصلح للشمس الطالع والقمري، دائما الشمسي هو الأولى، البرج الرئيسي يعني، إلا إذا ما انطبق معاك توجه نحو الطالع والقمري. رح نبتدي بإلقاء نظرة عامة على وضعك المالي والمهني في الفترة القادمة. 6 الخماسيات. أنت في مرحلة جيدة حاليا، أسس لنفسك بداية جيدة وبداية موفقة، نعم، ولكن في نفس الوقت أحس إنها فقط حجر الأساس، يعني ما وصلت إلى المرحلة النهائية لحد الآن. حان وقت أن تتحكم بالأمور، يعني أشوفك أنت هني في وظيفتك، بما أن صار لك وقت معين في نفس الوظيفة في نفس مجال العمل أو الحرفة، حان الوقت أن أنت تتفرع، تجرب أن تدخل في مجالات أخرى. أنت في هاي المرحلة بما أنك عندك أساس تستطيع أن تختار مجالك القادم، تريد أن تتخصص أكثر، مطلوب منك هني أن تتخصص أكثر، تشوف الشيء اللي عليه طلب اللي راح يعطيك ويوصلك لأهدافك في المرحلة العملية، وخصوصا الأهداف المادية، خلها أمام عينيك، أوكي، عشان تعرف ماذا تختار من المجالات الموجودة أمامك من مجالك الحالي. مثلا التسويق، دائما أعطي مثال عن التسويق، لما تكون في مجال معين، مثلا إذا تخصصك العام طب، حان الوقت أن تتخصص أكثر، طب الأطفال، طب الجلدية، وأيضا في كل المجالات حان الوقت أن تختار الشيء اللي أنت مبدع فيه، تختار الشيء اللي يسعدك، وأيضا خذ عامل المادة بعين الاعتبار. وآخر كرت عندنا 10 الخماسيات، ملكة الأغصان عندها 10 الخماسيات، أقول لنا أن هاي المرحلة مهما كانت اللي أنت فيها الحين، مهما كانت ممتازة ومرتاح فيها، تحس بالراحة الوظيفية، لا تريد أن تغير، كأنما ليش؟ لأنك مرتاح، أشوف أن منصبك زين، أو وصلت إلى نوع من الاستقرار، يمكن تعبت عشان تصل من أجل هذا الاستقرار، من أجل ذلك أشوفك مو متشجع أن تغير أو تحدث قفزة نوعية في مجالك العملي، ولكن تأكد أن حان الوقت، انظر إلى تخصصات ثانية، انظر إلى الطلب، العرض والطلب على التخصصات الثانية، على شيء هو قريب لمجالك، أوكي؟ ولكن يوجد عليه الكثير من الطلب، له سوق كبير، ما أدري ليش، لكن موجود عليه سوق كبير. عندنا 10 الخماسيات مقابل 6، أفضل بكثير، رح يوصلك للي أنت تتمنى. احتمال أيضا يعني يكون مثلا أن أنت في مجال المطاعم، ولكن تتخصص إلى مجال الطلبات الخارجية، تحقق نجاح أكبر في هاي المجال، وإن كنت مرتاح، وإن كان هنا ترى دخلك ثابت، دخلك ممتاز يقول لك الترو، ولكن باستطاعتك أن تطوره من 6 إلى 10، تعليه، أوكي؟ رح ننظر إلى المجال العاطفي في الفترة القادمة. أول كرت عندنا السيف الصغير، خمسة الأكواب، برج الحوت، أحسك أصبحت لا تؤمن بالحب أو بالعلاقات، وحتى أن دخلت علاقة جديدة دائما متشائم أنها ستنتهي مثل العلاقة القديمة. هني يقول لك التارو غير وجهة نظرك، حان الوقت أن أنت تنظر إلى الأمور من منظور مختلف، من منظور أني أنا عندما ألتقي بالشخص المناسب ما راح ينعاد تكرار نفس القصة، كأنما أنت يا برج الحوت كان دائما تنعاد معاك قصة، تكون لك بداية مع شخص
تبتدي سريعا تنتهي سريعا وتسبب لك خيبة الأمل. في الفترة القادمة أنت ستنضج من هاي التفكير، وهذا المطلوب منك والنصيحة لك أن تنضج. تعي أن أنت تمتلك كل المقومات، ولكن في مقوم ناقص. هذا المقوم ما يخصك أنت، مقوم الشخص المناسب. عندما احنا نلتقي بالأشخاص ونبتدي سريعا نضع خطة مستقبل معاهم بدون أن ننظر إلى التكافؤ، بدون أن ننظر إلى التفاهم، بدون أن نقيم، على طول نتوجه. هني دائما راح يكون عندنا خيبة أمل، لأن احنا دائما نريد أن نقرر بسرعة، وإن كنا غير واثقين وإن كانت العلاقة جديدة. دائما البشر يحاولون أن يضعون عناوين على الأشياء اللي ما يفهمونها. شخص جديد داخل في حياتك دائما تكون متسرع في التفكير بخصوصه، عشان كذي تتسبب لك خيبة الأمل. خل عندك طاقة الهدوء والصبر، طاقة النفس الطويل. عادي جدا أن تسمح للأشخاص يدخلون حياتك وتتعرف عليهم وتقيمهم على راحتك. يعني يقول لك خذ راحتك، أوكي؟ لأن عندما تقيمهم راح تجد من بينهم المكافئ لك، بدل أن تكون مركز على التخطيط معاهم لمستقبل مو في يدك ولا حتى في يد الشخص الثاني. في عوامل ثانية أقوى منك تتحكم بهاي الشيء. فأنت خليك مرتاح، ملك الأرض عندك، ملك الأرض ومعاه ملكة الأرض. اعرف أن الشريك المناسب رح يكون في جهتك. عندما تغير طريقة التفكير هذه، أن أي شخص يدخل حياتي معناته أن احتمال يكون لنا مستقبل، معناته أنه خلاص هذا هو أب أبنائي، هذه هي زوجة أبناء، زوجتي وأم أبنائي، وخلاص تبتدي تحط عناوين كبيرة. هني يقول لك لا، ريح نفسك وخذ وقتك لتقييم الأشخاص. دائما انظر إلى الجانب المنطقي من الأمور، الجانب هل نحن متكافئان، هل سنستطيع مع بعض ننشئ بيئة مستقرة، زواج ناجح. انظر إلى التناسب والاستقرار أكثر من التحديد. لا تحاول تحدد في الفترة القادمة، ولا تفكر في الأنماط اللي دائما كانت تسبب لك خسارة وألم، وعلاقات لا ترى نور الشمس تنتهي بسرعة. لا تظل تفكر في هاي الدوامة، ابعد تفكيرك عنها وخليك مرتاح، أوكي؟ خل عندك ثقة أن الأمور راح دائما تصب في مصلحتك. راح ننظر إلى الجانب الصحي في الفترة القادمة، وإذا في أي رسالة قانونية أو من جهات رسمية في قرار أنت محتاج أن تتخذه بخصوص صحتك، ولكن أشوفك متردد، ما أعرف ليش. احتمال الدكتور نصحك، كانت عندك مشكلة بسيطة، الدكتور نصحك أن تعمل عملية، أوكي، ولكن المشكلة أشوفها سطحية يعني. ولكن هني يقول لك بدل أن تستعجل وتسوي العملية، خصوصا إذا كانت العملية غير طارئة لإزالة، أشوفها إزالة شيء زائد، يعني مو من نوع العمليات اللي تؤثر على حياتك، تأثيرها مو كبير. هاي العملية سطحية. إذا كان هذا هو نوع النصيحة اللي أتتك من الدكتور، هني يقول لك الوقت كفيل بأن يعالج كل شيء، خصوصا إذا أنت استرخيت وإذا اهتميت بنفسك، إذا قمت تسوي رياضة، إذا اهتميت بتغذيتك وصحتك من داخل وأيضا خارجيا، أوكي، بصحتك الجسدية. بدون أن تسوي العملية راح الموضوع يمشي لمصلحتك، راح تشوف ان انت تحسنت، تطيب. هني تطيب، هاي الكرت راح تطيب، وما راح تحتاج انك تسوي العملية او تتخذ اي اجراءات بخصوص الموضوع. رأيك ضد رأي الطبيب، اوكي؟ لا تستعجل في عمل اي عمليات، خصوصا اذا ما كانت للضرورة القصوى في الفترة القادمة. راح نشوف الجانب
القانوني راح تأتيك رسالة، احتمال يطلبون حضورك، أوكي، من مفتش، من جهة رسمية، ولكن ما أعرف ليش أنت كأنما في أحد راح يخبرك، يعطيك معلومة، يخبرك أن في شخص اشتكى عليك، في شخص سيطلب وجودك في المحكمة أو في الشرطة، أو يحاولون أن يحكمونك بين عدة أشخاص، أوكي؟ ولكن ما راح تكون لك علاقة بالموضوع، راح تعرف أن تخلي الموضوع بعيد عنك، يعني تمسك العصا من النص بدون أن تتأذى، لأن أنت عارف أن المشكلة اللي صارت ما تخصك، تخص الأشخاص المعنيين، فمن الذكاء أنك ما تتدخل لدرجة أن يؤثر هذا الموضوع عليك. أوكي؟ مثل ما قلت لك راح يطلب حضورك، ولكن أحرص أن ما تتدخل بدرجة أن تؤثر عليك هاي المشكلة أو تأخذ الكثير من وقتك وطاقتك ومجهودك. أنا أشوف هني مشكلة بين أشخاص. الرسالة الأخيرة لك يا برج الحوت، get to know each other. هذه الرسالة للجانب العاطفي من حياتك. حان الوقت للتعرف على الشخص الآخر، الطرف الآخر، حان الوقت أن تتعرف عليه. learn to meet others في need for love. حان الوقت أن أنت بدل ما تركز بالعادة يا برج الحوت على المسميات، على الشكليات، أول ما يدخل مثل ما قلت لك شخص في حياتك، تركز شنو بكرة راح يكون بيننا، شنو راح تكون علاقتنا، شنو اسمه في حياتي، هل أسميه حبيبي، هاي الأمور الكبيرة اللي أنت تستعجل فيها. هني يقول لك لا تستعجل، ركز على الشخص نفسه، أطباعه، تفاهمه معاك، كل واحد منكم شنو يبي في الحياة، شلون بكرة راح يمشي حياته. ترى أسلوب الحياة، طريقة الصرف جدا مهمة، طريقة التدبير في المنزل أيضا مهمة، طموح كل واحد منكم هل يتناسب مع الشخص الثاني أو لا. عندما تعرف الشخص بعدين امسك هذا السيف وحاول أن تقرر هل هذا الشخص يناسبني أو لا. ولكن يقول لك مو أول ما يدخل شخص في حياتك تضيع في المسميات. شكرا عزيزي برج الحوت، أتمنى لك كل التوفيق.